القسم الأخير من هذا المتن المبارك خاتمة هذا الكتاب. قيبت أودن بيسو كتاب كان وحوي خاتمة دي. الخاتمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، كل ما يكون بعد الموت. وحو مؤلف وكشي قال له نحرزته وحال له وحي كتعلقه موتك وحي كدنبية. وذكر أيضا وجوب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام باقي إلى قيام الساعة. وحو كرو كشي قال شيء خاتمة ذا إن لقى هجروده بلد كقال ذا أما كفرقة أو بلد الإسلام لو إن لو هجروده إن إلى قيام الساعة يجري دونته. وذكر تعريف ابن القيم رحمه الله للطاغوت. وحكروش يا ابن القيم سيدا أو تعريفي أما وش يا الطاغوت كوحلي أكون معني. الطاغوت من الطغيان من التجاوز، يتجاوز الحد ويعبد أحجار وأشجار لا تنفع ولا تضر. طاغوت كمعني سو حك حكيم حد قدب قف وكحد قدبه وعابده إلهي غير كيس أما عبادي هو اللي يحيي وحن إلهي أهين سيدا رقح يوحلم إذا وعابده. تجاوز الحد في العلماء والأمراء وطعن في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما وحو حد قد كل سمية علماء أما مرضى مضاحة مركز وحو كل راعي وحي إلهي حرمه وكل راعي. الطواغيت كثيرون. طاغوتك وحيابها الإرادة ويبدين ومقعي بدين. رؤوسهم خمسة لكن مضاحة واشن إبليس نعوذ بالله منه. وحاوين إبليس إلهي من كمان قلناه. ومن عبد وهو راضي، يعني جاء إنسان وسلم على آخر وانحنى له بالركوع بالسجود ثم رضي هذا بالركوع بالسجود فهو طاغوت. وحا كحيقة قفكي لعابدي أصور هالك وأسيد قف انت اللو ركوعي أما اللو سجودي هالك النقضي وأنقفي كالنهيين. الثالث من دعا الناس لعبادة نفسه مثل فرعون. مد طاغوت كصدحات وحوية قف كضدك أويرة إن أسجل العابد وسيد فرعون وكذا. الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب، يقول تقوم الساعة القيامة يوم قذا، غدا يموت فلان، غدا يفوز الفريق الفلاني، هو الله كاذب وكافر كفرا أكبر. كان أفراد وحوية قف كي شيكته شيء كم إذا علم الغيب كشيكته سيد قف كي هذا قيامة وحدة عيسى مال فلان بعد عيسى أما بريها والبعد ما هي أما كوحدة فلان أياه قولي سنة يسبري وأنا كاذب كاذب ويقف كاسنا. نعم. الخامس والأخير من اعتقد أن حكم الله لا يصلح أو حكم فلان من الناس مساوي لحكم الله وأحسن معتقدا هذا يكفر كفر أكبر. كان شناد أو طواغيت كم إذا وحوي قفكي يرادة حكمك إلهي واختقان أمصو بضو أما أحكامت أما حنق شرعي أحكامت أهبل الدجيي وحي لم يتهي مد إلهي إيا لم يتهي قفك سيدا سيرا هذا وقال أو الدين تكبحي ويه. لكن إن اعتقد أن حكم الله يجب أن يطبق لكن قدم حكم قوانين وما إلى ذلك لغرض من الدنيا هذا كفر دون كفر، كفر أصغر، كفر غير مخرج من الملة لكن على خطر عظيم. لكن قفك إيرا هذا حكمك إلهي أسقى صحة أسقى اللي حكمت واجب تهي أسقى سيدا اعتقادا كهر مريا حكمك إلهي قوانين إيه حيوابك لا تكهر مريا السجو أول حناية أرمى الدنيا درتيد قف كاسي شركي بقول لكن شركي كاسي وشركي كهسي شكل أربع أنا هين الشركي أصغر لكن حالة دي سوح وسوين خطر وين أيوك سوين قف كاسونا. نعم ولله الحمد الآن أتممنا هذا الشرح المختصر لهذا المتن. إلهي وحب إلهي بكم مهتم وحنا لما يسترنا شرحي مختصر كاس يركا متن كاس أيام لما يسترنا لابد أن نقرأ هذا المتن ونحفظ أهم ما يكون ونضبط الأدلة لهذه الأمور. وحاو خصبة إن شر إن متن كاس أن أخرنه ونفهمنه وأن حفظنه وضبطنه مسائل كووين كتيرة متن كاس كتيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق السداد والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا. إلهي يا محمد سنة يا أنا أدينك بإذن ودينا إنه نوافتشيو وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله أعلم.